غياب ملحوظ شهد حفل توزيع جوائز مهرجان الكاثوليكي هذا العام، قد يكون السبب هو انشغال معظم النجوم بتصوير مسلسلات رمضان هذا العام. الفخراني ومحمود الجندي وصفاء أبو السعود كانوا من ضمن الحاضرين، كمان هالة صدقي رغم ضياع صوتها. لم تستطع الفنانة هالة صدقي التعبير عن سعادتها بتكريم المركز الكاثوليكي للسينما. وقالت لنا إن دورها في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام واللي من المفترض يتعرض في رمضان المقبل هو السبب في ضياع صوتها. من المكرمين أيضاً بالمهرجان النجمة صفاء أبو السعود واللي شافت إن التكريم مختلف عن أي تكريم آخر. أعتز جداً بالتكريم ده، أولاً لأنه هو جاي من مركز نقول عليه يعني ليه ثقله ليه وضعه. أما الفنان محمود الجندي أثنى على التكريم وشافوا أهم تكريم ممكن يحصل عليه أي فنان في مصر. أهم تكريم بالنسبة لأي فنان في العيش في هذا العصر المركز الكاثوليكي القيمة، كل إنسان بيتشرف بيها إنه يجي يحضر بس. وخالد زكي كمان شاف إن التكريم من المركز الكاثوليكي تكريم حقيقي وإن ليه عنده معزة خاصة. تكريم المركز الكاثوليكي له عندي معزة كبيرة جداً، لأنه التكريم بيكون وليدة اختيار شديد وبعناية شديدة، فبيخلي قيمة كبيرة جدا للجائزة. الفنان الكبير الملك لير، وأخيرا ونوس الدراما المصرية النجم الكبير يحيى الفخراني. الفنان القدير يحيى الفخراني خطف انتباه الحضور وأثار أعجبهم بسرده موقف له مع والده واللي شافوا الحضور رسالة مهمة. أنا ليه تجربة، أنا كنت في مدرسة وأنا صغير قوي، فحصل إن أنا توترت جدا، فأبوي سألني مالك؟ لقيت أنا منزعج من حاجة غريبة كده، قلت له أنا بيدخلوني يوم الحد الكنيسة، قال لي ده بيت ربنا.